واش انا فامي صباح النور كيما كتشوفو. يلا كيف فايق فايق خاسر ديال بصح حرارة داكشي علاش ما درت لا فيديوهات لا والو. المهم اليوم اسيدي غنخرج واحد الخريجة لواحد البحر وشبه بحر بحر هو ديال المغرب باقي مبوق اخوتي فايق ديال الله عشني ديال الله حاقد حاقد. المهم خليكم معنا نلبس نكد حالتي كيما العادة ونخرجو نشوفو البحر واحد جريدة بسرعة ويا هديك انا معكم كيما كتشوفو الخوت فايق مبحبح يلا خارج انا معكم. فامي شدو شي طاكسي بعدا وانا معاك نتسناو نشوفو شي طاكسي. عاد نمشي واحد الزريدة بسرعة حيت الحرارة مكنقدرش نهدر راه عرفتي شناهو نهدر و نكرين عليا شوي غنضربو شي هوا معاه شي اللي في الحرارة الخوف العتاوة كلشي باطل خوفكم الواحد اللي صايم والله عشان تجي واش لا فامي كيما كتشوفو لي بقيت انا واحد العوازة حمقو لي راسي غير سنابي 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 فاطرين مكاين لا رمضان لا والو الصاح بلوني في دبي حرارة ديال بصح اليوم والله لافامي الحرارة ما قدرتش نكمل البلوك سوري حرارة بزاف رمضان انتو كتشوفو. المهم نكملو البلوك في المدينة واش لافامي بيت حرارة الخوت رمضان راكم عارفين. المهم الدراري كما قريتو في العنوان كيفاش دير تخوي البلاد واش مرتاح هادو جوج ديال الاسئله اي واحد كي يطرحهم بالحق السؤال اللي نتوما جرك باش تكليكي هو كيفاش دير تخوي البلاد من الحقيقه اي واش مرتاح داك واش مرتاح داخل فيها بزاف ديال الحوايج طبيب واش مرتاح دكتور واش مرتاح مهندس واش مرتاح كل واحد كيفاش كيجاوبك. المهم انا سولت راسي هذا السؤال وهذا السؤال اللي طرحته على نفسي بالنسبه لهادشي اللي كندير الكاميرا كتشوفوني بالنسبه للكاميرا يعني حسن واش مرتاح في هادشي اللي كدير واش نتا اليز. المهم فكرت شويه خديت وقت تعطلت لقيت بالله انا جيت كندوي في هاد الكاميرا هادي كما كتشوفوا انا شتوني كندوي في هاد الكاميرا حيت انا مرتاح في هادشي اللي كندير حيت كنحس براسي بخير حيت عندي بزاف ديال الحوايج لداخل بغيت نخرجهم بزاف ديال الناس ما كيهمنيش شنو غيقول لي بنادم حمق سطي بعقلك كيدير شي حاجه كوميك كيدير شي حاجه بعقلها لا يخلق سعادة كل واحد كيفاش غيشوف انما اللي جاي هو اللي انا
باغي نوصل له، ماشي هاد الشيء، هادي كلها غير مقدمة. انا ما درتش شي في يوتيوب ولا كدا باش ندير البلوك باش نوريك دبي، الا كاين شي حوايج هنا غيوصلوك نتايا ولا انتي. خويا ولا اختي، واش مرتاح هو الفيلم؟ واش مرتاح هي القصة؟ واش مرتاح هو هاد البلوك هذا؟ بالنسبة لي انا بغيت نهضر في الموضوع سميتو واش مرتاح، كيفاش غندير نخلق السعادة ديالي، كيفاش غندير نكون مرتاح في حياتي. المهم كل واحد كان عنده تجارب في حياته، كل عنده خايب كل عنده زوين. انا غندوي على التجربه ديالي، التجربه ديالي في الحياه شنو هي؟ تجربه انني عندي وبين الحب بالعربيه لاف لامور، فهمتيني؟ غير خير والاحسان. عرفت عليه شي حويجات قليله بالنسبه لي، عرفت بالله. اولا اي واحد كيغلط في الدنيا، انا واحد الانسان غلطت بزاف، غلطت بزاف. اول غلط تعلمته في حياتي عرفتي شنو هو؟ هي كلمه ديال مصاحبه. شنو هي مصاحبه؟ تصاحب مع وحده في سرعه الطن هذه، الو كذا. المهم راك عارف ندوزو هاد لابارتي. هاد المصاحبه هذه كانت سبب ديال بزاف ديال المشاكل اللي دوزتها انا في حياتي. اولا المدرسه، ان باش تشد الرياضه باش تجمع الرياضه باش كذا كتدخل في واحد طرقان. ثانيا الدخان، الا ولفتي الدخان مشيتي خلا، يعني باش انت تكون في سر وباش تكون مرتاح ما تكيفش، ولما تكيفتيش راك عايق وراك صليب وراك اي لعبه هنا ماشي في الشارع. المهم انا هاد الهضره اللي كنقول راه غير انسان واحد يسمع ويفهمها غندير ربح. انا ما كنت مزكش شي حاجه اخرى ولا غندير لي فلوغ غير هكاك باش نولي مشهور، لا فاك. اه باغي شي ناس يفهموني وشي ناس اللي غايت انسبيرو مني في عمر ما 17 سنه 18 سنه، ربما يتعجبوا الفكره يبقى مره ما عنده ما يدار يدخل يشوف هذا الانسان اش كيقول. مرحبا بك خويا، انا معاك بيس، حتى انا معاك، حتى انا غنبقى بحال هكا ديما كنلوح الفلوك على قبلك. المهم الراحه ديالك عرفتي فين كاينه؟ كاينه في والديك، هذه اول حاجه. الوالدين، الوالدين الدراري، الوالدين اخوتي. ان شاء الله في والديك غتعيش مزيان حتى القبر. انت لا تيش فولي ديك كنت كتفكر في الجوان وفي الزنقه وكذا، غتعيش مدمر، غتموت مدمر، التخبيه نهار الاخر ما تلقاش ليه بغيك. واقبح حاجه في العالم ما تلقاش ليه بغيك، حيت الا مشاو داك جوج الناس ما عندك والو. داك جوج الناس اللي هما الاب والام، ما التبقيه نعاودو نعطيهم الفان. المهم الموضوع ديالنا واش مرتاح، دخلت فيه بزاف ديال المواضيع. حيت واش مرتاح؟ راحه الانسان راه كاينه في هادشي، كاينه في انني غنوض في الصباح غنمشي للمدرسه زيت الشكاره، تميت غادي تلاقيت واحد عشير قال لي على بلاد كذا. هذيك حتى اش كتسمى؟ كتسمى الطاقه السلبيه، بعد عليها احسن لك. هذاك اللي غيبقى يتنمر عليك يقول لك ما بلاد ما والو، ما حياه ما والو، ما عندنا ما نديرو به، هذاك كدير له بحال هكا سبريمي. لا نمشي مع انسان شويه ذكي، انسان متفائل، كيقرا كي كذا كي هادي كيدير بزاف ديال الحوايج، انسان عزيز عليه يزيد القدام. هذاك هو اللي غنتصاحب معاه، هذاك هو اللي غنتعاشر معاه. الهضره ديالي ما كانتش عاجباك دابا سبريمي وخرج بحالك، فهمتيني؟ الهضره ديالي عاجباك اسمعني مزيان صاحبي، قرايه نوصيك عليها، صحبة ما نوصيكش عليها، ما ديرش عشرة، هاد العشرة ما غيفيدوك في والو والله. غدير عشير غتولي نتا هو الضحية في الاخر. بالتجربة العشرة عرفتي شنا هي؟ هي واحد الناس غيلقاك معاهم الله سبحانه وتعالى تلقائيا، يعني كاين واحد جوج الناس ولا واحد ولا ربما نص واحد غتحس به كيبغيك فريمون، غتحس به بلا داك الانسان، وغيجي واحد النهار تفارق معاها دير اتونسيون. يعني من الاحسن عايش سولو، مدرسة الدار، نجمع راسي من بعد الدخان، فوتبول كذا، سبور، شي حاجه اللي مزيانه، شي حاجه اللي نمشي بها بعيد في حياتي. يعني هادشي دابا انا كندير وكنقول لك باش تفهم بلا الدنيا راه ماشي، وهادشي كنقول نقدر نكون انا عايش ونقدر ما نكونش عايش، يعني على حساب. نقدر يكون يعني وصلت انا لواحد الفكره مزيانه في حياتي واخا غينه، والماده راه ماشي هي الحياه، المال وهذوك الناس اللي قوي يقولوا لك اه خاصك دير وخاصك دير وخا، هذوك كاملين غير لعبه اي بياض. هذوك بالنسبه لي انا دومينوات كتحركهم الوقت، عقارب الساعه كتحركهم، فهمت؟ الا عطاتو العلاقه ثق بيا غتبعدو على بزاف د الحوايج، غتبعدو على والديه، غتبعدو على الاسره، على الجو ديال الاسره، غتبعدو على الحق. حتى الحق راه شي حاجه غريبه، شي حاجه صعيبه، شي حاجه اللي المهم انا قلت لك بغيتي ترتاح شد اللعيبات ديالهم في راسك. غنقرا على راسي من بعد الدخان، غنقنع بهادشي اللي عطاني الله، على ما يدير الله شي باب يفتح شي باب. هادي هي واش مرتاح. ولا عجبك الفلوك وبغيتي تزيد تعرف، حيت ما يمكنش انا نعطيك داكشي اللي عندي كامل وانا اصلا يلا بديت داكشي اللي عندي كامل ما
محتاج وقت باش نعطيه، حتى نعرف واش كاين شي ناس بعدا اصلا يستاهلوا هاد الشيء هذا، واش كاين شي واحد اللي حكيتي له حياتك وعطيتيه القصه ديالك ما يفهمها ولا لا، حيت كل واحد مربوط بالمحيط اللي هو عايش. المحيط فاش انا كبرت ماشي هو المحيط ربما فاش كبرتي انت، ولا كنتي كبرتي في نفس المحيط كنقول لك بيس كمل حطموك هادوك حيت ما من والو. الحقيقه هي انا نخلق السعاده لراسي، نعيش مزيان بعد على الحرام، نكون راجل، هذه هي الحقيقه. اللي عاملك بالزوين غنعملو بالزوين، اللي عاملك بالخايب تيق بيا، الا جاوبتيه بالخايب تكون انت هو اكبر خايب.